ولد المدللة ليش على راسهم ريشة؟ ليش ياخذون أراضي ببلاش؟ ليش يسوون جامعات ببلاش؟ أروح شوف بالمطار شنطوهم من امتيازات من مال العراقيين. من حقنا أن نسأل بصيغة السؤال، هؤلاء الذين يملكون هذه الشركات أو هؤلاء المتنفذين عن طريق سياسيين، لماذا أخذوا هذه الامتيازات مثلا بالذهاب إلى واشنطن أو يقعدون مع الحكومة التركية أو يسافرون مع الوفود إلى تركيا ليحصلوا على امتيازات؟ من يبرئهم على أنهم ليسوا جزء من ماكينة الفساد أو واجهة للأحزاب ليكونوا يمثلون فساد هذه الأحزاب؟ ليش ينطون هاي الأفضلية لهؤلاء؟ هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. يعني من كلامك وكلامك هذه واجهات تفضلت بها، يعني قبل شوية قلت يقدم المصالح الفئوية والحزبية والشخصية على كل المصالح الوطنية، وبالتالي ماكو حكم رشيد بالنتيجة. يعني هنا راح تستمر والتفاق الشارع وغضب الشارع راح يزداد، كما تفضل الأخ رائد قبل شوية، هذه الشارع ما يظل هالشكل يعني متفرج، والبعض الطبقات الطفيلية تصعد تصير مليارديرية، والبارحة شربوا البوسطية وهسه صار مليارديرية. يعني مو ما يجوز هذا الأمر، ما يمشي هذا الأمر، ما يدوم. فالأحزاب لازم تفكر بمستقبل الوطن قبل ما تفكر بالجيوب ولا بمصلحة الحزب، إنما تفكر شيء عام. اليوم دولة رئيس وزراء دا يحاول يسوي يتحرك باتجاه التنمية، باتجاه خدمات، باتجاه كذا. بدأ التنابز والاستهداف حتى لا يكون ها دورة ثانية بعدين مشكلة، ها راح يصير رمز مدري إيش. فالمشكل هو أنه إحنا نفكر كعراقيين ونقرر كعراقيين وعام، يعني نحقق العدالة بالبلد من حقق الجيوب. فالمشكل هاي حقيقة، هاي دا يأخذ لك الناس المقربين منها، هاي نص إلي نص إلك مقدما، مثل ما صار مال سرقة القرن وغيره وغيره، ولحد الآن الحرامية تمشي بطولها بالشارع. يعني مشكلة هنا، يعني أنت اسكت علي وأنا اسكت عليك. يعني صالح الوطني مفروض سقف المصالح هو اللي يحكمنا. لا يزال احنا مشكله، بلدنا يردوه بلد مستهلك فقط، والسياسي العراقي لازم يرفض هذه السياسه، الفلاح العراقي لازم يوقف على حيله، والمصنع العراقي لازم ينتج، ولذلك والعاطل العراقي لازم يشتغل. ما يكون عندي ملايين الاجانب بالبلد يشتغلون والعراقيين عاطلين. ولذلك احنا نسال نوقع هذا السؤال مفتوح، ما الذي انجزه هؤلاء على أرض الواقع حتى يأخذوا كل هذا؟ أروح شوف بالمطار شنطوهم من امتيازات من مال العراقيين، وهاي العقود والملفات يجب أن تظهر للشعب العراقي. لماذا ذولا ولد المدللة ليش على راسهم ريشة؟ ليش يأخذون أراضي ببلاش؟ ليش يسوون جامعات ببلاش؟ ليش يأخذون أموال وقروض ببلاش بالعمارة وبالمطار وفي كل مكان؟ وهاي ملفات قد تحدثنا بها كثيرا، لكن يبدو أن صوت الحق في زمن النشاز لا يسمعونه.